بمعنى التجربة. بحبها 18 فولت ليرة. 18 شنو؟ 18 فولت. هاك انت تحلي في فمك، والله العظيم الجيران عندهم الحق يضحكوا عليك وعلى مخك. ولا شيء غريب، راهو مشكل. ما عنديش ياك. يا بنت تقولوا 18 فولت هكا. 18 زايلة بالعربي، 18 زايلة، برا يا زايلة برا. هو المهم اني نحبها 18. ها. باهي، علاش باهي معاك؟ يوم فاحنا في قاع. برا بركي برا، برا يعطيك عزية. راه نافخ عليك عفريت، خلينا نرتاح منك. يا عجمي عاش خويا يا عجمي. يا عجمي طيحش الحيط عليا يا عجمي راه. اسمعني شد هكا شد. شنو هذا اجبس شوي شنو؟ شد الكابل مغادي شد هكا. كابل شنو؟ باش اعمل لك بطاريه شد هكا. قال لك بطاريه سايب جاي قال لك بطاريه يا عجمي ايش فيك هبلت اخي تجنني تو. مش نركب لك بطاريه باش يقص الضوء تضبرنش تو. هو ضرب رد هو ركب الكليماتيزيور ولا يبرد وصلنا للبطاريه. ركب الكاز يا خويا خليني نهار كامل نتعدى اليوم. تو كل شيء مريقل. هي هو ايش يشعل؟ ايش عندك تو بعيشي تو طالع معيني طالع معيني نركب لك حاجه انا زايد. ريتها الوتلة كاملة ركبة لها يعني راي في وجهك في وجهي ناي تهنى كون مهني سيدي تو كليماتيزير النجم يقول لك سيدي مبروك عليك كليماتيزير يا عجمي راه نحب يوم قطعة ما عرفش زايدة يا ذول اليوم زايدة قطعة زايدة زايدة شدوا شنو تقول كيفاش كليماتيزير في قطعة زايدة تو انا تو ما نخرج من هنا الا ما نجربوا لك ونبرانشيه وتحطها مريقل بحول الله. يا ودي ما طالب شيء تعرف الحب خويا ينفخ نفخان يبوك بكار الحب الدار يردها في الفريجيدير. تهنى مش يبدا ينفخ زاد كيما تحب اما ماك تعرف زاد انت راك شبيك راه مش كيما 18 ميل انت واخذه 9 ميل وزيد مستعمل من بو جمعه واخذه مش ينفخ لك زاد.